مرحبا من جديد، عدنا حلقة 263. وقفنا التسجيل لأنه جلسنا نتضارب أنا والمتابعين بخصوص فتحة الباب اللي صارت هذه. أوكي ليتس جو. لا والله وقفت التسجيل وسجلت من جديد. دماء الدمار. وما قال نداء الدمار يا عيال، صح؟ والذي هذا جه ثاني، أنا متأكد إنه قال نداء الدمار. الله سانجي أعطاها وضعية، هذا من وين جاء هذا؟ لأنه مر رعب يا شيخ. لو لو لا لا لو لا 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 لو There you go. يعني أنا كنت فاهم، يعني أنا كنت فاهم صح، يعني أنا مذاكر كويس، أنا مركز. آخ إنكم حسيت إنه في شيء فاتني، متأكد إنه ما فاتني شيء. افتح باب إن شاء الله في جهنم. لا يا عيال ضعيف والله، يا عيال والله يا ضعيف والله. أوسب ذا يا أخي، مو لازم تثبت نفسك يا أخي، تقدر تكون ركز جزئية معينة وبتصير كويس. أخ
يا ساتر انا افتكرت انها نواب ليش كتبوا 5 أميرالات مدري هم 3 الأدميرالات صح 5 نواب الله يا اخي اقسم بالله بالله كيف انا معاكم في التركيز بالله كيف وانا متركز يا متركز ولا شيء انسى الموضوع لعن الله العدالة اللي انت تعرفها يا ابو زق انت شايف وجهك شايف خشمك شايف قرونك هذا الرفسة هذه لو جات فيه لسه طالعة من قلب ما عندها إيمان يا عيال ما عندها إيمان بس برضو ما نقدر نلومها ما نقدر نلومها في النهاية اللي شافته هي صغيرة سبب لها تروماتايز صدمة بيطبخ الحين كنت ماشي في البحر فمان الله فجأة تتضارب مع ضفدع Что?
ولا فرقت معه. Okay. النهار الدائم. لكن غبي ما يقلع ابليس ما تدري وين راح بالي. راح بالي في الشايب، لكن عندها خبر.
انت اللي تقرا المخطوطات. يمين بالله السلاح هذا ودي بس اشوف شكله كذا، بس المخطط كذا بعرف ايش قوته. ذا نووي، يقصدون بيه النووي، ما اتوقع يا اخي. زحمة ذي كلها اخر شيء يزرفون فكرة، اكيد انه بيكون بقعة كبيرة. الضفدع كان يحسب انهم خطفوا الشايب ذيك الايام، عشان كذا كان يضرب القطار في الراحة والرجعة. طح؟ القطار هذا اشرف من السي بي 9. القطار ذا اشرف من السي بي 9، القطار الضفدع ذا. يا حبيبي يا دح قيرو قيرو. قضاها تدريبات على وجه القطار. لازم تخلص الحلقة، المندوب وصل. خلاص خلصت الحلقة يا هو. المندوب بيلطمني يا عيال. كلام مهم هنا. خلاص خليته يحط عند الباب. you
يا ساتر. اوكي نوقف التسجيل، راح اجيب العشاء.